مالي ما انا هيني، هيدا حرب نفسي، هيدا حرب نفسي للمرة. اوعى تفكر البنت بتبقى مرتاحة. فعل الجنس اللي اختبرته بمراهقتها بانه ما كانت بوقت هي مستعده لهذا الموضوع وصار فجأه، والرفض اللي صار وردة الفعل اللي عليها كثير قويه صارت، فهذا الشيء شكل لها هون صدمه نفسيه. هون اختارت انها هي تبيع جسدها، لانه اصلا هو اول مره انتهك جسدها وتشوه، وبالنسبه لها خسرته. فهون ساعد كثير جميله، لانه تفرجي لحالها انه هذا الجسد اصلا مش لإلي، فصارت هي تبيعه لمين ما كان.